عودة أكيد لحمزة منديل. هذه السرعة والمتابعة من حمزة منديل ممتاز ممتاز. يا سلام عليك يا ولد. بد ضربة مرمى الرأسية ديال بيسيندي. هذه فرصة لفائدة المنتخب الأوكراني، محاولة خطيرة، المحاولة الأخيرة لفائدة المنتخب الأوكراني. ما كاينش هناك خطأ على اللاعب مارلوس. تدخل ديال المدافع حمزة بالدين، لاحظوا من زاوية أخرى. واحد وخمسة اثنين بينما كرة عرضية، هذه في خطورة. حكاري ممكن التسديد، حكاري ممكن التسديد من بعيد، لكن الدفاع يتدخل. في الحقيقة استبعدها المدرب هيرفي رونار. حمزة منديل تخوض، ينطلق حمزة عرضية.